السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايب لكم في تحدي الحواوشي، كل 12 رغيف، كل فريق 6. طبعا احمد معايا في الفريق وبسمله وكنزي فريق. لا وحاجة ايه من الحجم العائلي. بلاش بص قبل ما التحدي يبدا، طب خسرتك تتكلميش معايا. يلا نبدا. بسم الله اتفضلوا معانا. دخان، طب انا اكله ازاي؟ يا لهوي، لا محتاج يبرد شكله انا كده. خليه يبرد. اكله سخن ازاي؟ هو خسرنا يا مودة. خبش عايزة تكسر احمد معاك الخبش. مش خايف؟ لا بجد يا ام احمد تسلم ايدك والله. تحفة. والله يسلم ايديها. عملت ايه؟ انت لسه ما اكلتيش؟ اكلت. مالناش دعوة. سلمي على الناس يا ام احمد. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الناس بتسال عليك. وحشنا والله كتير. ازمه وهتعدى ان شاء الله. ان شاء الله. عملت ايه؟ والله ما عارف. عشا بطل. كنزي هي اللي عندها السخن علشان كان من تحت. انتوا ايه؟ عادي يا مودة عادي. انت بتشمر لهم؟ نخشتونا. يوسف اكل. أول مرة أتكلم. شاطر يا مودة. بس ما تتكلمش كتير بقى، وعايزك تاكل وتركز. سخن وشطة، بسم الله ما شاء الله، تحفة. أنت قلت عايزة شطة. بس أحمد لا طبعاً. معمول له مخصوص. محمتك بضاعة. للي جنبي. هزش. ست سبيلين من نص بكل ازاي؟ ده من نص واحد مش بعت. فاكرة؟ فاكرة الفل؟ فاكرة العقاب؟ عايزك طول ما انت بتاكلي تقولي خل خل رمان رمان. طبعا الناس اللي متابعينا عارفين يعني ايه خل ورمان. عايز تقول ايه؟ واحدة واحدة يا مودة، واحدة. محدش بيجري ورايا. نسينا نجيب المناديل؟ وراك ورايا؟ الترابيزة. مش هجيب لكم حاجة؟ لا يلا. ده انا راجع عشان اخد حقي. لحد الساعة دي بره التحدي. ها في التحدي. تحدي مين اللي قال في التحدي؟ انا اللي بقول. احنا مش متفقين كده من الاول؟ ما اتفقناش من الاول كده. الحاجه الساعه مش في التحدي. هو الحاجه
قوي. عارفه لو خسرت مش هعاقبهم، مش هزعل منهم، هزعل منك انت. هو ده ذنب ايه عشان انت جبتي سخن؟ احلى هو شوف. انا عارف هو التكل اللي هو سخن دول عشانكم تحت. معلش شوف الدخان. انا والله بقي اتشوى بس باكل. احمد طبعا لا، اول واحد معمول ومتعانى على جنب. مظبوط من غير ما ذوق. انا كل ده في الاول طبعا. انت ما تعمليش حاجه وتطلع مش مظبوطه ابدا. لا والله انا كنت خايفه من الملح وقلت البسمه لله ده عشان صايمه ما ادتش الذوق. اه كنت قلقانه من الملح. مش انا بدق الحاجه بقى. انت مليانه لحمه. بص اللحمه عماله تطلع ازاي؟ حلو عشان ده الملح اكثر حاجه اللحمه. متوصيه بيك. سخن بجد. انا كنت لسه في واحد. احنا خسرانين. ما انا كنت لسه في واحد. احنا طبعا طلعنا احمد عشان نشجعه. زي الاول هو لسه في اول واحد. ده في اول واحد داخل في الثاني ومع التالت. انا اخد رغيف من عند احمد. احمد اثنين هو اربعه. فرنطيهم عن بعض وهم يبردوا. ايوه كده بعد. ايوه كده. لا والله الرغيف من شبع. الرغيف من شبع. تاكلوا الشيبسي ده؟ جيب لك شيبسي؟ انت عايز تخصمنا ليه يا حبيبي؟ الشيبسي جوه التحدي. ما ينفعش انت تصبر شويه. انا اصلا خلاص. اصبر شويه. شكله انسحب. خافش يا مودة. هكسبك. اعتمد عليا بس. لو خلصت لما تفش معايا. ده احسن. خلصت من الاول. بس صعب صعب. انا اصلا باكل واحد بالعافيه وصغير مش كبير. انت اللي نزلت تجيب العيش. ليه جبته كبير؟ انا اسف عشان اخد حقي. طب مين بص هقولك على حاجه حلوه. مين اللي حطت الكلب؟ هي. يبقى هي اللي تتعاقب. مين اللي قال؟ انا بنتك حبيبتك. مين صاحب الفكره؟ انا قلت نقطه. هي واحمد. الحمد لله مش هياخد حقه مني. شكلك انت قلت تبقى معايا. مين اتصلت وقال انك كنت بتبقى مع احمد ان احمد يتعاقب معانا؟ لا هو اصلا المفروض التحدي النهارده كان كل واحد لوحده. بس احمد بقى اللي خاف. ده خلاص ما فطرتيش اصلا. انسحبي انسحبي انسحبي. انت قربت يا بسملة. حرام تخسريها كده. طبعا كل ده عشان مخسر. ما تعتبش. انسحبي يلا. انا عايزك تاكل. قول يلا انت. ايه رايكم خلي تحدى حاجه الساعه بس.
الشيبسي بس. ايه رايك نخليها على الشيبسي بس؟ يلا الحاجه بره التحدي ولا الحاجه دي؟ ايوه قولوا 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 لو التحدي. لا على فكره وانتو مش عارف سخن وحرق وبابا بياكله ازاي؟ مالكم مالك؟ بتصليه فين؟ على مهلك. انا حاسه ان هما بيخبوا اسمي بالريحه. انا حاسه كان بحاجه ثلاثه راحوا فين مش عارفه. شوفي كده ورا الكرسي. خبي زي ما تخبي باكل ماما ايه ده؟ انت خلصت بجد؟ بخلص امسكي وقت باطن بس براحتك اللي عايزه تعمليه اعملي ايه؟ انت حبتي صح؟ انت قولي انت حبتي وخلصيني اكتر ناس وحبتي. لا مش لازم تبني زمان انا سالت حلو. على فكره انتوا اللي هتكسبوا. اه والله انتوا اللي هتكسبوا. اه لما تخشي معانا في التحدي كله. طيب سوري نسيت اما افطر. ما لسه صايمه ما بيبردش. يا ريتها كانت فضلت لوحدها وانت اللي كنت لوحدك. بس يا ابو بكر يلا كنزي اسمي مع بعض. طب اقول لك على حاجه. بابا وبسماء بابا واحمد مع بعض وبسماء لوحدها وانا لوحدي. والله اتفقنا من الاول. انا عايزكم انتوا الاثنين. يلا كنزي ماما مش قادره تساعدك. حرام عليكي مش هسكت لك. شاطر يا مودة. احمد ما اعرف ان احنا بنبني لحمة كلها. شاطر. شايفكوا واقفين ما بتاكلوش. على فكرة هو هينسحب. شايفكوا واقفين ما بتاكلوش. اشتغلوا ها؟ كلي. قولي اسمعي مني. قولي انت بالذات ما تسكتيش انا بنسالي واحد انت بنسالك ما تتكلميش. قولي بس هو مش قادر يكمل. قولي واحده واحده كده وهو ايوه واحده واحده بتتحدي. ده هو قدامه اثنين. انا مش قادره. اثنين منا ماما احمد. اه بس انا باكل والله. انا لسه ماما قولي ها؟ أنا انسحبت. لسه صاحبتها ما انسحبتش. احنا بناكل لغاية ما صاحبتها. أنت انسحبت؟ ده يا أخت انسحبتي؟ طب أنت اللي خسرتيني. ها؟ ده هي أكل أكتر منك. ما تتكلميش. تعرف انا عملت كده ليه؟ عشان تبص قد ايه؟ ليه كملي وهي تكمل؟ ايوه يبقى خلاص. قلبي انسحب. كملي. لا خلاص كملي مع مين؟ انسحبتي؟ اه. الله صلى على النبي. ولا اوكي. انت بقى مستني اللحظة دي. طب بس مش مين بيتكلم. اه انت طبعا مستني اللحظه دي وجيت معايا في الفريق عشان اللحظه دي. هنرجع لكم تاني في العقاب.
رجعنا لكم بالعقاب. طبعا هم متفاجئين بالعقاب، كل واحده تمسك معلقه وهقول لكم ايه هو العقاب. دبس الرمان. ده دبس رمان. دبس الرمان. طبعا الناس اللي عارفينه عارفين قد ايه هو ميزيز. يلا رجوا الاول. امكم بتحبكم. هاخد حقي إيه؟ هاخد حقي إيه؟ بس مين اللي مكسبك؟ مودا. مودا اللي مكسبني. يلا يلا يلا. مش كتير. ما بينزلش. احسن. حاسب يا احمد. ايه ده؟ هو ايه ده اللي بيضيع؟ ايه مين رايح على خلاص. مين رايح على فين؟ بس كفايه. لا مش كفايه. ده انت حبيبتي البسمله دي حبيبتي. كفايه. صاحبه الخل. اختو وحشه. انت هتشمه ولا هتاكله؟ يلا رحت عسل اسود. يلا يلا اللي انت الاول. يلا يلا الفيديو هيطول اهو، الناس عايزه تتفرج. بس لازم المعلقه. واحد اثنين ثلاثة. مين ده؟ يلا لا ما تنساش. ايه رايكم؟ راح فين تعالي. انه الفيديو مش عارفه اللي بتحط في اندومك كوري. يلا بقى مش طايقه نفسي. ما عدتش طايقه نفسي. يلا هتنهوا الفيديو ولا لا؟ السلام عليكم. ما تنساش اللايك والشير وسبلايك والرمادي والرصاصي. اللايك هو الرصاصي. يلا طب يلا انهوا الفيديو. هنا وهنا. الرصاصي هنا؟ وده هي لا لا تتكسر. لا عجبكم الفيديو؟ ما تنسوش اللايك والشير. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقسم بالله لو سمحت. باي باي. باي.